أهلا وسهلا بالناشط الاجتماعي الكبير والخير. خلصت شغلك حبيبي؟ امشي، حجزت تذكرتين بالقطار. ومن ايمت انت بتعمل شي منيح؟ عيد ميلاد الماما ولازم نروح لعندها. ايه شو عم تستنى؟ امشي. هاي وقف 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 عندك، قلي لشوف شو صايرين عم يوزعوا حلق بالمشفى مع الدواء. عم تمزح يعني؟ ولا شربان لك شي شغلة؟ الشرب بيأثر على الدماغ مو على النظر. لحظة شوي. شو هاد؟ شوفت عينك؟ معقول؟ أكيد هدول الحلقات لإلها. علقوا حلقاتي. ايه لك هدول لإلها البنت هون يا اخي. تخيل هدول الحلقات لإلها. هذا هو حلمي، هذا احلى حلم حلمت فيه. عفوا بس عن مين عم تحكي؟ البنت يلي كانت بالعرس اللي حبيتها كتير. انا لازم لاقيها قبل ما اروح باي طريقه. لحظه وقف وقف عندك، الشرطه. شو مانك شايف؟ بدك اياهم يلقطونا يعني؟ بس وحبيبتي؟ امشي ونسالي هالبنت بقى. لا اسلام، أنا ما فيني أنساها أبداً لأنها كتير مختلفة. يا زلمة شغلت بالي هالبنت بالله، بس شوفها بحس قلبي طاير وعم يرقص من الفرحة وعم يدق بسرعة. اللي إسلام، برأيك هذا هو الحب؟ هذا اسمه علاك مصدي وطقحنك. خلص خلينا نروح قبل ما نلقط. خلص إسلام لا عدتني. ركز معي أنت عم بلق. الشرطة صارت عنا هون وأنت لسه مشغول بهي البنت؟ الوضع صار خطير كتير. اسمع لك، انت اكيد هلأ ما بتتمنى البنت تشوفك، وإيديك مكلبشين بإيدين الشرطة، رح تفكر فيك غلط. ولا تنسى عيد ميلاد الماما، شو رح يصير فيها إذا شافتك بالحبس كمان؟ صدقني أنا كتير حاس فيك وحابب ساعدك، بس انت ما فيك تحبها إلا إذا كنت حر. معيك يا أخي صح؟ اسمع شو بدي لك، إذا هالبنت كانت من نصيبك فبالأخير رح تحصل. القدر رح يرجع لعندك صدقني. ما انتبهت منيح، هني كانوا متنكرين وعاملين حالهم من الفرقة الموسيقية. طيب ماشي، احكي لي بالتفصيل، امتى انخطفت وكيف هيك صار معك؟ كنت برات البيت واقف بس عم بحكي على التليفون ومو منتبه عليهم، اجا من وراي حط شي على انفي وغبت عن الوعي. بعدين لقيت حالي بالسيارة يلي انا بيوم استأجرتها، وكانوا عم يحكوا مع حدا كمان على التليفون. سافاتري عطتكن العنوان غلط، انتو خربطتوا فيه للزلمة. مو هاد اللي بدنا ياه، اللي بدنا ياه من مومباي. لك مو معقول، شو هالتخبيص هاد؟ شو القصة قلي؟ انتبه للشاحنة. آه!
بعتت صورة الخاطف بيومها لعند هناك على موبايلها. لإلي؟ هات التليفون. ما في فايدة منه لأنه تليفوني مكسورة شاشته. أنت أعطيني كرت الذاكرة وأنا بطالع الصورة. كأنه الكرت اختفى. غريبة، أكيد وقع مني لما وقعت موبايلي. الصورة بقيت بالكرت. انت مجنونة شي؟ بلكي وقعت؟ ساعتها رح اوقع وراك فورا، لانه حتى الموت نفسه ما رح يقدر ياخدك مني وبعدك عني، عم تفهم؟ ايه ايدك بعدي مو رايقة لك هلا، شو اللي جابك لعندي؟ بس انا كتير رايقة، ما بكفي هيك؟ اسمع راغو، كنت عم اقول لحالي هدول البنات اللي بيشتغلوا بالطيران وبيقدموا الاكل وبيحطوا ميك اب كتير، ذكرني شو كنا بنسميهم؟ المضيفات. شو انت بتشوفهم احلى مني شي؟ احكي بصراحه ما بزعل من الحقيقه. شو حابه تصيري مثلهم يعني؟ لا لا، احيانا بحس اني بغار منهم شوي وبتضايق وبحسدهم كتير. بشو احلف لك؟ طيب لا تصدق اني اشتقت لك كثير بهي الفترة. حبيبي شفت الحالة اللي حطيتها اليوم؟ نزلتها إلنا لأنه هي أكثر صورة بحبها مع بعض. كتبت تحتها كمان اشتقت لك كثير. لهذا السبب رجعت بكير، صح؟ رجعت بكير كرمال عيد ميلاد أمي وبس، فهمتي؟ إيدك عني إذا بتريدي. رجو، ما حدا بيقدر يقاومني ولا بيقدر يسلم من سحر مايا. لك أنا مايا على سن ورمح، أنت لسه ما بتعرفني بنوب. شو حلوين هدول ذهب؟ جبت لي اياهم إلي. إيه بعرف إنك بتحبني وبعرف إنك عم بتفكر فيني كل الوقت، لعلمك بعرف إنك متقصد هالشي. يلا بقى يا غليظ أعطيني الفردة الثانية. يلا هات الثانية. مو معي الثانية. شو عم بتقول؟ لك يعني كيف ما معك الثانية؟ يعني سرقت بس وحدة؟ تانية مع صاحبتها. ليش مين صاحبتها؟ بنت من منطقة جوجرات. سلام شو حلوة. قول جاي على بالك الحلو. يلا على السريع يا ماما. بدي غليظة. راكو جاي على باله ياكل حلو هلا. تفضل بابا وقع لك عليه. ماشي شكرا. لو سمحت سيدي. نعم. بتمنى تحاولوا قد ما فيكن وتدوروا على اللي خطف بابا وياخد جزاته وينحط بالسجن. طبعا. فتاتي الحلوة الذهبية. هي مو أزمة قلبية عادية، معه انسداد قوي بالشريان، هذا سبب الوجع وهي مرحلة خطرة عليه. بس بابا رح يكون منيح؟ طبعاً هو رح يكون منيح، بس بده شوية وقت. والأهم تنقلوه على مشفى متخصص يكون موجود فيه العلاج الخاص، وبفضل بهالحالة تنقلوه على مشفى مومباي لأنه الأفضل. مومباي؟ تفضلي، هي كل الوراق اللازمة تبعه، فيها شرح كامل لحالة أبوكي المرضية
وطبعا كتبت ملاحظات عنه للدكتور كوناجي، واكيد هو رح يكون متعاون معنا بكل شيء بدنا اياه. شكرا كثير لك. عليه العافيه. الو، ايه باراك؟ شو؟ عفواً، هذا بيتي. شو عم تعملوا هون؟ شو عم يصير هون يا جماعة؟ حدا يرد علي. دناك شوفي، خلاص خسرنا كل شيء. البنك ختم لنا البيت بالشمع الأحمر وسكروه، ورح يبيعوا بالمزاد. كيف بيتصرفوا هيك فجأة؟ ما بيصير. قال طلع علينا 8 أقساط للبنك وصاروا بعتين أكثر من إنذار، بس أبوكي ما دفع لهم شيء لهلأ. طيب استنوني هون لحظة. دناك استني، لا تحكي شيء معهم. كانوا عم يقولوا يا بتدفعوا المصاري كلها وبتوفوا البنك يا بتطلعوا. نحن بدنا ندفع كل هاد فجأة؟ ما قدرنا ندفع لأنه كان وضعنا صعب وما معنا مصاري، بس هالشي ما بيعني إنه بدنا نحتال على البنك أو ما ندفع. هلأ رح ندبر لهم 100,000 ورح نقسط لهم الباقي. من وين رح تدفعي؟ المبلغ كتير كبير. بابا دفع مبلغ للتأمين لحتى كمل دراستي. ولحتى نحمي هالبيت مضطرة أوقف دراسة. استنوني بس شوي وبرجع. أستاذ لو سمحت. نعم. أنا اسمي داناك مهندرا باريك. ايه تفضلي. بدي خبرك بشي مهم. قولي. المبلغ كتير كبير ما فينا ندفعه كله دفعة واحدة. بدي دبر لكم 100,000 هلأ وبكمل الباقي على أقساط بعدين، بس لو سمحت شيلي الحجز تبع البيت. تأخرتي كتير يا أنسي. هيك مبالغ صغيرة ما بتحل مشكلتنا مع الدفعات أبداً. القرض اللي عليكم 5 ملايين وعندكم كمان 3 مستحقات، ما في حل قدامكم غير تدفعوا كامل المبلغ. بس هذا آخر كلام عندي، ما بقدر ساعدك بعدي لو سمحت. أنا كتير آسف. لو سمحت لازم يكون في طريقة تانية، هالقليلة اعطونا فرصة لنعمل شيء. بعتذر يا أنسي، لو سمحت بترجاك. شو؟ أنا إشيش جوريديا، مدير شركة السيارات الخاصة، والسيد باريك استأجر من عنا سيارة من فترة صغيرة. معكن وقت بس لبكرة لتسددوا المبلغ. لازم تدفعونا 7 ملايين. 7 ملايين؟ تفضلي يا أنسي، تأكدي من المبلغ. 7 ملايين؟ مبارح خلص العرس واليوم عم ينحجز على البيت. الواحد ما لازم يصرف فوق طاقته لحتى ما يندم بهالطريقة. دناك احكي، شو بدنا نعمل؟ كله رح ينحل، بس خلوا ببالكم بالأول شي مهم، ما لازم يوصل شي من اللي صار لبابا أبدا. بس كيف بدنا نخبي وآخرته بده يعرف من العالم؟ بدنا ننقله على مومباي، هيك طلب الدكتور، لنكمل العلاج وهيك أحسن من شان صحته. بدنا نعمل تسوية للمبلغ تبع القرض ورح نحل موضوع السيارة والبيت يلي صار بالمزاد. كل هاد يلي عم نمر فيه هو بسببي أنا أختي. لازم نروح على بيت ستي ونقعد معها، هذا الحل. راجو، أنا ماني تاركك اليوم. إيه؟
استنى. شو بدكم مني؟ قولوا لي. احكي وين مهيندرا باريك. اعترف، تعرف انه عملت لي خربطة بسبب معلوماتك؟ بدل ما نروح لعندي اللي بومبي رحنا لعندي اللي بجوجرات وكله بسببك. احكي. انا ما كنت بعرف عن شو عم تحكوا انتو. خبرني يلا احسن ما قلتلك. لا 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 تقتلني، رح خبرك. ايه رح خبرك، رح خبرك اللي صار. انه مهيندرا عرف انك طلعت من السجن، هو هرب تخبى مشان ما تعرفوا وين. انا بورشيك. هي هي، شو عم تعمل هالبنت هون؟ شو جابها؟ عن جد شي غريب. واخيرا شفتها. تعال والشخير علي، تعال. نحن بنعتذر منك، حقك علينا. شوي وبرجع لك. يلا عم بستناك. لوين؟ تعال لك. طول بالك، رايح على الحمام. पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी, होश है जरा, जरा जरा खुदार है जी, छेड़ के गया, वो ऐसे दिल के तार है जी. पहली बार है जी, पहली बार है जी. ما كان حلم ابدا، طلع حقيقه. شبك انت جنيت يا زلمه؟ انت التهي بشغلك. ايه شبك. طالعة مثل الملاك بهالفستان يلي لابسته اليوم، طالعة مثل الحورية بتجنن. لك كل الألوان بتلبق لها وحلوة عليها. دناك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.